السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع هنتكلم فيه النهاردة موضوع الكوكتيليا وإزاي نعالجها وإزاي نعرف أعراض الكوكتيليا وإزاي نفرق بينها وبين السلمونيلا او جميع انواع الاسهالات وازاي كمان الوقاية منها. طيب نبدأ نقول اعراض الكوكسيديا وازاي تفرق بين السلمونيلا والكوكسيديا. لازم تكتشف المرض مبكرا. مرض الكوكسيديا هو مرض طفيلي يصيب الامعاء ويحدث بها تضخم، يعني هتلاقي امعاء الحمامة او الطائر متضخم لو انت ذبحتها او ماتت وخدتها الطبيب البيطري وشرحها يلاقي الامعاء متضخمة ويحدث بها ثقوب، يعني تضخم وثقوب لو في الحالة الشديدة. يعني لو ذبحت فرد زي ما قلنا هتلاقي ان هي متضخمة وفيها ثقوب او تقرحات دموية، يعني الامعاء بتتاكل. دي الاعراض. طيب ازاي افرق بين السلمونيلا والكوكسيديا؟ انتفاخ الريش ودماغ الطائر تجدها جوه داخله جوه جسمه وتدلي الاجنحه، يعني تلاقي جناحه نازل في الارض والطائر منعزل واخد له جنب، يعني مش مندمج مع الحمام كده، تلاقي اخد له جنب. والامتناع عن الاكل او بياكل اكل بسيط. لون البراز او يعني الزرق لازم تاخد بالك منه، من الزرق او البراز كويس في البداية بيكون شبه مرض السلمونيلا. في بداية مرض الكوكسيديا بيكون شبه مرض السلمونيلا، اخضر وبيبقى فيه ابيض. واذا جف البراز بيكون الابيض اللي في البراز زي التباشير، يعني كلنا عارفين التباشير او زي الجير، لما تلاقي الابيض اللي على البراز بقى تحول اللي لون زي الجير يبقى تعرف ان ده كوكسيديا. في مرحلة متقدمة من المرض اذا تقدم المرض شوية مع الحقتوش بيتحول البراز الى لون ما بين الاسود والبني، يعني بيكون لونه بني مسود زي ما بيقولوا، بني مسود غامق، يعني بني غامق. ثم يتحول في المرحلة الخطر، يعني المرحلة بقى اللي بعد كده تقول عليها المرحلة الثالثة، الى البني الخالص ويكون معها ابيض بسيط. معنى ذلك ان الامعاء امعاء الطائر تضخمت. اخر مرحلة وهي المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة اللا عودة بقى، اللي هي يفضل فيها انك تتخلص من الطائر المصاب مع اعطاء باقي الطيور علاج، وهي ان يكون البراز فيه دم، يكون براز الطائر او الزرق بتاعه يكون فيه دم، يكون في البراز دم. دي اخطر حاجة، يبقى لازم في المرحلة دي تتخلص منه لان هو كده كده هيموت، يا اما تخلص بذبحه او تتخلص ترميه، المهم تتخلص منه وتبعده بعيد عن الحمام يكون انت الكسبان. معنى كده ان الامعاء تأكلت تماما وفيها بقع حمراء نتيجة ان المرض تمكن من الامعاء. طيب كيف ينتقل المرض للحمام؟ ينتقل بسهولة جدا ويصيب كل الحمام. الاسباب الاماكن الرطبة، يعني ما تخليش مية منطورة في المكان او الحمام يعيش في مكان رطب او الطيور عموما، بيتكلم كل ده للحمام والطيور عموما. ما تخليش بلل تحت المسائي، ما تخليش لو فيه زرق الحمام او براز الحمام عامل اسهال دايما تنظفه وترش بجير. ده الرطوبة دي اللي بينتج عنها طفيل الكوكسيديا. تمام. طيب
ينتقل للطيور عن طريق الفم. كوكسيديا، طفيل الكوكسيديا بينتقل عن طريق الفم. يعني ما تسيبش حضرتك اكل فايض على الارض، في الاكل يختلط بزرق الحمام او براز الحمام المصاب، فالحمام التاني يجي ياكله، فمن هنا يتعدى بالمرض. او ما غسلتش حضرتك المسائي غسيل كويس، بتغسلها كل كام يوم والحمام بيتبرز فيها، وتيجي انت تزود عليها مية وهي زي ما هي، دي برضو بتنقل المرض لباقي الطيور. او الاكل اللي زي ما قلنا بيتبقى على الارض من الحمام، عليك ان انت عدم ترك اكل متبقي امام الحمام، ده مهمة جدا نأكد عليها. الاكل يتحط قدامك ويخلص وانت واقف، ما تسيبش اكل يفيض ويبات وتقول ياكل منه كام يوم، لا ده اكبر غلط. وينتهي الاكل قدام عينيك، تمام. طيب ينتقل المرض ازاي؟ زي ما قلت انه بينتقل عن طريق البراز والزرق، يعني الفرد لمس البراز بمنقاره وهو بياكل او يشرب بيصاب بالمرض، ويكون عندك المرض في الحمام. والخطورة ان المرض سريع البيض، سريع البيض والانتشار، يعني الطفيل ده بيبيض بسرعة والانتشار في ايام قليلة جدا. لو المكان مصاب فيه اصابة خطيرة يجب عليك ان تنقل الحمام لمكان تاني حتى تطهر المكان القديم، طهره بكلور. بعد ما تنظف المكان، نظف المكان وطهره، وبعدين بعد ايام يبقى رجع الحمام في المكان تاني. والناس اللي مربين حمام سايب زي حالاتي كده، تنظف المكان وترش جير، لان الكوكسيديا لا تعيش في الجير. انا هوري لحضرتك ازاي هنعمل اهو، هنروح كده مثلا، فلنفترض لجوز الفرشة دي اهو، مثلا الفرشة دي هنشيل اهو، انا ما نضفتش تحتهم علشان اوري لحضرتك بنعمل ازاي. هنشيل ده كده اهو، نشيل الزغاليل، هم في السن ده انا ما نضفتش تحتهم علشان هم كانوا صغيرين، لكن في السن ده مناسب جدا. نشيل مثلا الفرشة دي اهو، شيلنا الفرشة الرطبة، نحط لها شوية قش تاني، او قبل ما نحط شوية القش هنعمل ايه، نحط شوية جير زي ما قلنا اهو، لان الجير ما بيعيش فيه الطفيل بتاع الكوكسيدي اهو، تمام. وكمان مش هيعيش فيها حشرات، تمام اهو. بعد كده هنحط، وتعمل كده في كل الاماكن الرطبة، تقشطها الاماكن الرطبة تقشطها، وبعدين ترشها جير اهو. نحط القشاية في القش كده، وبعدين نرجع فيها الزغاليل اهو، وما شاء الله كده ما يعيش فيها طفيل الكوكسيديا. يبقى الجير بيموت الطفيل اللي في البراز. لو انت مربي في سلكات برضه، نظف الصاج اللي هو بينزل عليه البراز او الزرق ده كل يوم الايام اللي فيها المرض، كل يوم، وشيل اللي نظفها ورشه بالجير زي ما شفتني برش كده، ده بيمنع انتقال المرض مع اعطاء العلاج. يعني انت هتعمل كده وتدي العلاج، ده بيمنع انتقال المرض، تمام. طيب في ادوية بيطرية بتقضي على المرض، مثل ايه؟ هنقول زي مثلا انا معايا كوكسي كيور، انا معايا كوكسي كيور، الكيس ده فيه 20 جرام، تمنه زي ما حضراتكم بتحبوا ان انا اذكر التمن ده، تمنه 10 جنيه زي ما قلنا، 20 جرام. الكيس اللي هو العبوة الاكبر اللي فيه 100 جرام 35 جنيه، هو الكيس الاكبر هيكون اوفر. دايما بقول لحضراتكم الحكاية دي. في نوع تاني منه كنت انا بجيبه لكن ما لقيتوش دلوقتي، مش متوفر، اسمه كوكسي بان. كوكسي بان بيتميز عن ده ان هو فيه
فيتامين كاف اللي هو بيعوض النزف اللي بيكون في حالة الكوكسيديا. تمام؟ يبقى الكوكس كيور والكوكسيبان. كوكسيبان بيتميز زي ما قلنا ان فيه فيتامين كاف بيمنع بيعوض النزف اللي بينزل لو الحالة شديدة بتاعت الكوكسيديا. تمام؟ او ممكن اي مكون من مكونات مركبات السلفة، يعني اللي ممكن بعض الدول العربية الاسم بيختلف، فحضرتك تطلب من الطبيب البيطري المنتج من منتجات السلفة. ده بيطري، منتجات السلفة بيستخدم في علاج الكوكسيديا لمعظم الطيور والحيوانات كمان. الجرعة من ده ربع معلقة او جرام. هنقص الكيس ونوري لحضرتك ازاي. اهو حسينا الربع معلقة او الجرام بيكون ازاي. هي دي 20 جرام. لو حضرتك هتلاحظ ان هو يعني ايه كمية قليلة جدا، يعني انت تحاول ان هي في كل مرة جرام، يعني دي بتتقسم على 20 مرة. اهو ده يمكن اكتر من الجرام كمان بشوية. اهو كده المعلقة صغيرة جدا، فربع معلقة على لتر مية. ده لمدة 3 ايام في الحالات اللي يعني الحالات البسيطة او للوقاية، زي دايما ما بنقول للوقاية 3 ايام والعلاج لمدة 5 ايام. طيب بس كده هنكتفي بكده؟ لا مش هنكتفي بكده، يعني بعد ما تدي الثلاث ايام او الخمس ايام هتأتي طبعا مع العلاج مع التطهير. ومش معنى انك انت اعطيت العلاج لا ان المرض كده بيكون انتهى، حتى لو الحمام او الطيور اللي عندك لاحظت ان هي خفت وبقت كويسة، لا الطفيل ده بيستمر في الطائر لمدة 6 شهور، يعني عليك تكرار العلاج كل 3 شهور. كل 3 شهور هتأتي 3 ايام مع التطهير. من غير تطهير الحمام المكان مش ملوش لازمة، يعني انت لو ما طهرتش يبقى او نظفت المكان يبقى كأنك ما اديتش علاج خالص. طيب بالنسبة للزغاليل، الزغاليل بتصاب المرض في عمر 3 اسابيع، بتصاب المرض بعد 3 اسابيع، من عمر 3 اسابيع. الافضل يعني انك كل شهر تعطي الحمام جرعة وقائية لمدة 3 ايام، علشان اللي يطلع عندك يكون ايه سليم. تاتي 3 ايام جرعة دايما كل شهر، هتلاقي ان شاء الله مفيش اي مرض عند الحمام او اي دواء فيه سلفات اللي بتعالج الكوكسيديا. احذر دايما من مرض الكوكسيديا اللي بينتشر في الحمام. كل اذا اصاب الطائر بينتقل لباقي الحمام، يعني اذا اصاب طائر بينتقل لباقي الحمام كله. طبعا الدواء زي اي دواء بنعطش الحمام في الشتاء 12 ساعة في الشتاء، وفي الصيف بنعطش 6 ساعات قبل ما نأتي الدواء. زي ما قلنا 3 ايام متواصلة، بعد كده اسبوع راحة، ثم نعطي مرة واحدة بعد اسبوع. بكده يكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.